للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من الريحانية الخبير العسكري السوري السيد أديب العلاوي. أستاذ أديب، بداية مرحبا بك. 9 جولات من المباحثات في أستانا، ما المنتظر أن تخرج به هذه المباحثات؟ نعم، تحية لكم، تحية للمشاهدين الكرام. يعني حقيقة على قناتكم الكريمة قلنا قبل أستانا 6 وقبل أستانا 7 وقبل أستانا 8 أن يعني أستانا لم تقدم شيء. الحقيقة هي جولة جديدة للتنازل وتسليم مزيد من المناطق المحررة للنظام وللضامن الروسي الذي يدعي بأنه ضامن، والحقيقة هو يقوم بتهجير ويشارك في جريمة التهجير والتغيير الديموغرافي الذي يحصل يعني في مناطق حمص وقبلها في الغوطة وقبلها في زبدان وغيرها من المناطق. وبالتالي لا يعني ليس هناك اي يعني لا لا ليس لنا اي امل في موضوع أستانا سوى التنازلات الاكثر. وللاسف الشديد يعني المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، فما بالك 9 مرات ولا تزال أستانا يعني الحقيقه هي 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 وصمه العار، وهي يعني حقيقه هي جوله خيانه وليست جوله لا مفاوضات ولا شيء، لان المعارضة السورية التي تحضر أستانا ليس لها من الأمر شيء، لا توقع على شيء سوى أنها تشرعن الاحتلال الروسي، تشرعن الاحتلال الإيراني، تشرعن تقسيم سوريا. يعني غياب الولايات المتحدة عن هذه المباحثات على ماذا يدل؟ يعني حقيقة يدل على أن يعني على يعني دعني أقول على أن يعني روسيا يعني هناك تنسيق حقيقة تحت الطاولة بين روسيا وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أعتقد أنه كما يشاع بأنه يدل على 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 حالة من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، بل على العكس تماما، يدل على انسيابية العمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين روسيا، وخاصة في مسار أستانا الذي الحقيقة هو عبارة عن يعني أصبح عبارة عن تحصيل حاصل لتهجير أهلنا على مرأة ومسمع من كل العالم. يعني الولايات المتحدة الأمريكية حضرت أو لم تحضر، هي موافقة شئنا أم أبينا على ما يحصل في ريف حمص وفي مناطق مع أخرى. مع هذا الزخم السياسي وتجاذباته، كيف تقرأ تنصل قاعدة حميميم الروسية من حل أزمة المعتقلين؟ يعني حقيقة لم تقدم يعني كما قلنا لم تقدم أستانا أي شيء. يعني هي بالأساس كانت هي عبارة عن جلد، هي عبارة عن أستانا أسست على أساس أن يكون هناك وفود عسكرية فقط لإنشاء مناطق لخفض التصعيد ورسم الخرائط في هذه المناطق. حقيقة لم يتم هناك إنشاء ولا منطقة لخفض التصعيد. صحيح أن هناك نقاط مراقبة الآن يعني تحصل تركيا ويعني روسيا حددوا بعض النقاط لنقاط مراقبة، ولكن نقاط المراقبة أنا أعتقد أنها مناطق نفوذ أكثر من ما يسمى بمناطق خفض التصعيد، وهي ليست مناطق خفض التصعيد. يعني لاحظنا ما حصل في الغوطة هو ضمن مناطق خفض التصعيد، وما يحصل الآن في حمص هي من ضمن مناطق خفض التصعيد، ولكن للأسف الشديد لم ينفذ أي شيء مما أسست يعني مما أسس عليه أستانا. وبالتالي موضوع المعتقلين هو تحصيل حاصل أيضا منذ أستانا 1 على أساس أن يكون هناك ملف المعتقلين حاضرا على الطاولة. للأسف الشديد لم يتم يعني ولا أي معتقل، لم يخرج أي معتقل من سجون النظام حتى هذه اللحظة منذ أستانا 1 وحتى أستانا 9. شكرا جزيلا لك أستاذ أديب العلاوي الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الهاتف من الريحانية.